السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. ما زلنا في المحور الثالث Techniques for Solving DC Electric Circuits، وننتهي اليوم إن شاء الله من الطريقة الرابعة وهي Thevenin Equivalent. وسنرى في هذا الجزء الأخير للثيفنين إكيفلنت الماكسيموم باور ترانسفير. الهدف من هذه المحاضرة إذن هو معرفة كم قيمة الماكسيموم باور ترانسفير التي ممكن استخراجها من جهد الثيفنين في اتجاه الحمل. ثانيا، الهدف الثاني هو معرفة قيمة مقاومة هذا الحمل الذي يمكنني من استخراج الماكسيموم باور من مصدر جهد الثيفنين. إذن عندي سيركت مرتبط بحمل. بعد ما قمنا بتبسيط هذا السيركت وتحويله إلى ثيفنين إكيفلنت، والثيفنين إكيفلنت يعني عندي مصدر جهد في ثيفنين ومقاومة تسمى آر ثيفنين. هذا الحمل هنا هو نفسه بين النقطة A والنقطة B. إذن بصفة عامة الباور المتجهة من السيركت يعني من الإكيفلنت ثيفنين إلى الحمل هي بصفة عامة نعرف الباور هي إما الجهد ضارب تيار أو هي قيمة المقاومة ضارب التيار تربيع. هنا الباور التي نريد معرفتها في اتجاه هذا الحمل RL هي إذن قيمة RL ضرب التيار تربيع، والتيار في هذا السيركت ليس إلا بقانون أوم هو قيمة الجهد. عندي هنا مصدر جهد واحد في ثيفنين على مجموع المقاومات في السيركت، وهنا عندي مقاومان، هذا المقاوم الأول وهذا المقاوم الثاني سيريز، فتكون الباور المتجهة إلى الحمل تساوي قيمة جهد الثيفنين على R ثيفنين مع RL تربيع ضرب RL. الآن الكونديشن لاستخراج الماكسيموم باور من ثيفنين إكيفلنت في اتجاه الحمل يجب أن تكون قيمة الـ RL تساوي قيمة مقاومة الثيفنين، وبالتالي هنا هذه الكونديشن تمكنني من استخراج الماكسيموم باور من الثيفنين إكيفلنت في اتجاه الحمل RL. وهذه الباور الماكسيموم من جهد الثيفنين في اتجاه الحمل تساوي قيمة الجهد تربيع على 4 ضارب RL مطبق على دارة كهربائية بسيطة لمعرفة كيفية استخراج الماكسيموم باور ترانسفير من أي ريزيستيف سيركت في اتجاه حمل قيمة مقاومته RL. إذن أول شيء نقوم بتحويل
هذه الدارة الكهربائية إلى ثيفنين إكيفلنت، يعني مصدر جهد ومقاومة. مصدر الجهد هنا يساوي 300 فولت، R ثيفنين تساوي 25 أوم. كيف حولنا هذا السيركت إلى مصدر جهد مع مقاومة؟ شفنا أن الفي ثيفنين أول شيء نقوم بعزل هذا الحمل، ثم الجهد بين طرفي الأي والبي ليس إلا الفي ثيفنين. هنا الفي ثيفنين نطبق قانون تقسيم الجهد فولتج ديفيجن لنستخرج الفي ثيفنين. أما المقاومة بعد عزل الحمل نقوم بغلق كل مصادر الطاقة في السيركت. هنا عندي مصدر واحد، إذن نقوم بإغلاقه وذلك بتعويضه بسلك، ونستخرج المقاومة الإكيفلنت لهذا السيركت. نلاحظ أنه في هذا الاتجاه 150 أوم مع 30 أوم بارالل، فتكون الآر ثيفنين هو الضرب على المجموع لنتحصل على الآر ثيفنين. الآن الكونديشن لاستخراج الماكسيموم باور ترانسفير من مصدر الجهد من ثيفنين إكيفلنت هي، قلنا يجب أن تكون الآر إل تساوي الآر ثيفنين، والآر ثيفنين وجدناه تساوي كم؟ 25 أوم. وبالتالي لنتحصل على ماكسيموم باور ترانسفير يجب أن تكون قيمة الآر إل تساوي قيمة مقاومة الثيفنين. وأخيرا كم قيمة هذه الباور المتجهة إلى الحمل؟ بعد ما عرفنا أن قيمة هذا الحمل تساوي الآر ثيفنين وهي 25 أوم، الآن قلنا القانون الذي يمكنني من استخراج الماكسيموم باور هي قيمة جهد الثيفنين تربيع على 4 ضرب RL. إذن قيمة جهد الثيفنين هي 300 فولت على قيمة 4 RL لتكون الماكسيموم باور تساوي 900 واط. يعني هذا السيركت لا أستطيع أن أستخرج منه باور إلا 900 واط إلى هذا الحمل، إما 900 واط أو أقل. إذن الماكسيموم باور إلى الحمل RL هي تساوي 900 واط.